في إطار حقها بالدفاع المشروع ضد أي اعتداء على أراضي الشمال السوري، كشفت قوات سوريا الديمقراطية عن تنفيذ عمليات نوعية استهدفت خلالها جنود الاحتلال التركي على الشريط الحدودي في شمال وشرق سوريا. المركز الإعلامي لقسد أصدر بياناً إلى الرأي العام أكد فيه أن القوات نفذت في 8 من شهر آب أغسطس الجاري 3 عمليات نوعية ضد الاحتلال التركي على الحدود الملاصقة لمدينة ماردين، تمكنت خلالها من قتل 23 جندياً وإصابة 2 آخرين وتدمير آليات عسكرية. وبحسب البيان فإن العمليات الثلاث استهدفت 3 مدرعات للاحتلال التركي، أسفرت عن مقتل 7 جنود وإصابة 2 آخرين في العملية الأولى، و10 جنود في العملية الثانية، و6 جنود في الثالثة، بالإضافة لتدمير المدرعات الثلاث. وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية من خلال البيان بالرد على أي هجوم أو عدوان من قبل الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. وتعرضت مؤخرا مدن وبلدات وقرى أهل بالسكان المدنيين على طول الحدود بشمال وشرق سوريا لهجمات بالطيران المسير والقصف المدفعي المكثف، ما أسفر عن فقدان 7 مدنيين لحياتهم بينهم أطفال وإصابة 17 آخرين بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى فقدان عدد من المقاتلين لحياتهم في الهجمات التركية التي تسببت أيضا بأضرار مادية كبيرة.